السلام عليكم، على العشير بخير؟ بخير العشير مزيان، الله يحفظك اخانا. لا مزيان، امور هانيه بخير كل شيء. شنو درنا؟ راك عارف الاحتفال كيف دايما اخانا، راس العام هذا خصنا نديرو شي حفيله د الريفيون. اشوف تجيب لنا الحلوى والبرد عليا. لا كون هاني الحلوى، انا غادي نشوف نختار شي حلوى مزيانه. صافي عشيري، السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في نهار جديد وموضوع جديد. موضوعنا اليوم غادي يكون على شجرة كريسمس وعلى بابا نويل. انا ما شيخ ما امام ما داعية، ولكن بغينا نتكلموا جميعا ونفهموا واحد الموضوع، يعني واحد الموضوع اللي بحال الجوج اللي شفتو في التليفون عاد دابا تابعين جلالة بوطاغاز ماشي بالنافخ. وثانيا يعني كنكن الاحترام لاي ديانه سماويه من اهل الكتاب. اوكي، اولا نتكلم على هذه الشجره، بغينا نعرفوا المصدر ديال هذه الشجره، اش كتعني هذه الشجره؟ اخا خويا حكي لنا على هذه الشجره. صبر خويا، انا غادي نحكي لك على هذه الشجره. مع ان يعني القصه لا في الانجيل ولا في القران الكريم ما كاينش يعني شي ذكر على هاد الشجرة. الأصل هاد الشجرة أخوتي كيرجع ما قبل المسيحية بمئات السنين، حيث أن الناس وبخصوص ألمانيا كانوا تيقدسوا الشجر، يعني الشجر منه تياكلوا منه تيسخنوا منه، يعني الشجرة والشجرة كتبقى دائما خضراء ولا دفى، لهذا كانوا كيقدسوا الشجر كآلهة. وكان في يعني في الزيارة ديال واحد القديس اللي هو بونيفاس، كان وكان وبالخصوص بغيت نرجع يعني تهاد العادة كانت في ألمانيا بزاف حول هاد الشجرة، يعني الناس في ألمانيا شحال هادي كانوا تيقدسوا هاد الشجرة وكانوا كيعبدوا هاد الشجرة كإله. يعني في سنة 683 ميلادية كان زار القديس بونيفاس ألمانيا. هاد القديس كان وصل تماك ولقاهم، يعني كان مشى له في واحد البعثة للتبشير بالدين المسيحي، وكان لقاهم هكاك صدفة وجدهم يعني رابطين واحد واحد الشجرة وباغيين يذبحوه قربان الإله ديالهم. خلصهم من داك الطفل وقطع داك الشجرة، ومن تماك كاين شي واحد الشجرة صغيرة اللي هي دابا شجرة الكرز، وقال لهم باش غادي يخليهم يعني يدخلوا المسيحيه، ولكن في نفس الوقت ما يبعدهمش على الشجر. قال لهم هاد الشجره كتمثل سيدنا عيسى المسيح، ومن هناك يعني دخلت علاقه ما بين الديانه المسيحيه وشجره الكرز. وهو لا علاقه شجره الكرز يعني ب ب يعني حتى الوقت فين كدار، يعني 26 ديسمبر، يعني لا علاقة له بمولد سيدنا المسيح عليه السلام. خلينا مع هذا الشيخ أسأله، هل يقول كتابك كتاب العهد، هل يقول أنه ولد في 25 من ديسمبر؟ فيصيبهم هذا بالدهشة، طبيعي لأنهم لا يعرفون أنه اليوم يحتفلون به. فأقول لهم لا يوجد شيء كهذا في الإنجيل كتاب العهد، لا يوجد شيء اسمه عيد ميلاد أو 25 من ديسمبر. من أين جاءوا بهذا؟ أقول انتبه، عيسى المسيح لم يولد في 25 من ديسمبر، ولكن عيسى المسيح هل ولد في 25 من ديسمبر؟ القرآن والإنجيل يقولون عكس ذلك. يقول ماذا؟ أقول إنجيلك والقرآن كلاهما يقولان عكس ذلك، وهذه فرصتي. الدليل هو كما تعلم عندما ولد عيسى حسب ما ورد في الإنجيل حسب القديس لوقا العدد الثاني الإصحاح الثامن، في ليلة التي جاء فيها الملائكة وجدوا الرعاة كثيرون في البرية، وأن الرعاة قد أخبروا أن الوليد وضعته امرأة في بيت لحم، بشار بميلاد عيسى المسيح. ولكن 25 من ديسمبر يصادف نصف منتصف الشتاء في فلسطين، لا يمكن لأي يهودي مهما كان أحمقا ليكون بالخارج في الحقول مع غنمه، لأنه سيموت وغنمه من البق. كانت ليلة دافئة ليس نصف الشتاء، أشد أيام الشتاء يعني 26 ديسمبر، يعني كيعتبروه هذا تاريخ ميلاد إله الشمس رع عند الوطنيين، زيدوا على الشجرة يعني.
هذا هو أما سيدنا عيسى عليه السلام لا علاقة له بشهر ديسمبر. سيدنا عيسى خلق يعني في واحد الشهر تيكون دافئ شوية، ما معرفش بالضبط ولكن بحال هكا. والشجرة اللي كتشوفوا الزين ديالها يعني تطور عبر العصور، وهذيك النجمة اللي فوق الشجرة عندها واحد القصة. هي هذيك النجمة كيعنيو بها هي النجمة اللي هدات، كيف كيقول في الإنجيل، هي اللي هدات الملوك الثلاث المجوس البيت لحم، يعني هي اللي رشداتهم في الطريق البيت لحم، فلهذا كيزينوها من الفوق. وبذكر هاد الثلاثة الملوك المجوس اللي تيقول لك جاو من يعني من شبه الجزيرة العربية ولا العراق ولا إيران، ما عرفش بالضبط، لا ذكر له في القرآن. ويعني تب الصدف باش غادي تستمر تنشر هاد الشجرة في أعياد ميلاد المسيح كيف كيقولوا. 1820 كانت اخترعت الكاميرا الفوتوغرافية للتصوير، وكانت واحد الملكة اللي هي شارلوت، ملك بريطانيا اللي هو جورج الثالث، كانت جوجة ديالو شارلوت ألمانية. وبالصدفة يعني ولا صدفة معتمدة تصورت بجنب داك الشجرة، ومن داك الصورة يعني زادت انتشرت حتى في ألمانيا، لأن هي أصلا كانت ألمانية. يعني هاد العادة وصلت لجميع أنحاء العالم، غير يعني الدول المسيحية بحال مثلا عندنا في المغرب. راكم كتشوفوا ديما فضيحة في راس العام على الحلوى، بحال الناس ما تياكلوش الحلوى العام كامل، ولا يعني بالضبط ضروري ما يكون داك الوقت، ولا اللي كتشوفوا بابا نويل ولا باش يتصوروا معاه. ولا انا غنرجع للبابا نويل، ومين تهضر مع الانسان يقول لك باش نصور طرف الخبز. هاد العمل اخويا حنا تنديروه ديما كل راس العام، حنا تناكلوا منه طرف الخبز. يا خويا كتعرف دير ماسك باش تصور طرف الخبز، دير حاجه اخرى وصور بها طرف الخبز، ماشي مشكله ماشي عيب، ولكن ما نشبهوش بواحد الحوايج اللي ماشي ديالنا، ما نمشيوش لشي حوايج اللي كناخذوا فيهم الذنوب وحنا ما عارفينش غير هكاك. ان الله لا يغفر لمن يشرك به ويغفر لدون ذلك لمن يشاء. نطلبوا من الله يعني الانسان باش يحاول واحد حاجه ماشي ديالو ولا ما عارفش عليها شي حاجه، ما يديرهاش، ما يتقلدش بها، يعني وديرها غير ديكور ولكن وراها معصيه. نطلبوا من الله يغفر لنا ولكم جميعا. دابا غنتكلم على قصه بابا نويل. شكون هو هذا بابا نويل؟ منين جا هذا بابا نويل؟ قصه بابا نويل كترجع سيدي الالاف السنين، يعني واحد القس اللي هو القس نيكولاس، زاد في سنة 270 ميلادية. هذا القس يعني في التاريخ المزيفة تيقول لك كان هو واحد الشخص من عائلة تالية، وخصص راسو باش يولي قس، والأموال ديالو كلها كان تيفرقها على الفقراء. هذه القصة. أما القصة الحقيقية سيدي كتقول لك بأن نيكولاس هو أول واحد، يعني أول ملحد في المسيحية، هو اللي قال بأن سيدنا عيسى ابن الله. وكان في واحد مناظرة مع واحد القس أريوس، اللي يعني كان تيشرح كيفاش، يعني هذا كان من الكنيسة الموحدة، كيشرح كيفاش بأن عيسى نبي الله ماشي ابن الله. ما عجبوش الحال نيكولاس، ضربوا في ذاك يعني في ذاك الجلسة، فلهذا طردوه من الجلسة ودخل فيها للحبس. يعني ومنين خرج من الحبس، وهذه قصة عاوتاني بوحديتها يعني خاصها موضوع آخر، يعني خرج من الحبس بدا كيضطهد الكنائس الموحدة لله سبحانه وتعالى، موحدة بأن عيسى نبي الله، وهو اللي نشر يعني هاد القضية ديال بأن عيسى هو الله ولا ابن الله. استغفر الله العلي العظيم لي ولكم. هذا الشيء يعني باش الكنيسه تقطع على القس نيكولاس، خداوه في واحد القصه اسطوريه اللي كترجع لواحد الاله اودين عند الاسكندنافيين، يعني واحد الاله اسطوري كان بلحيه بيضاء، ويعني كان تيفرق الهدايا
في 25-26 ديسمبر على الأطفال، هما نزلوا هذا بلاست هذا، قالوا لهم ودين هذاك هو القس نيكولاس اللي كان تيدير، وغطاو على الجرائم ديالو. ويعني ولا تجي تشوف عاش من علاقة بعيد الميلاد المسيح مع الشجرة مع الهدايا مع يعني الأمر شنو هو ولا تجاري، يعني الأمر ولا كوميرسيال صافي هادشي اللي. أما العقيدة والدين لا علاقة لهم مع هادشي. نطلب من الله يكون عجبكم هذا الموضوع وتفهمتوه مزيان، والإنسان ما يتعلقش فين يتفلق، ما يبقاش الإنسان تابع جلالة بالنافخ كي قالوا لا، يعني يحاول يربي ولادنا على ديننا. أستغفر الله لي ولكم، وتا الموضوع الجاي ولا فلوك الجاي. السلام عليكم، تشوس.